مرحبا يا احلى عالم، رح نعمل وصفه تعتبر او يعني تتصدر يمكن المركز الثالث بقائمه المزايات العربيه. رح نعمل البابا غنوج. البابا غنوج اللي هو الباذنجان المشوي مع الخضره مثل ما بسموه بلبنان سلطه الراهب. هلا اذا ما عملتوا سبسكرايب على قناه فتافيت باليوتيوب، شو ناطرين؟ في جرس صغير تنقروا عليه لتاخذوا اشعار بكل شيء جديد. اعملوا لنا لايك وشير وحتى الكومنت. خلونا نبلش. البابا الغنوج عم بعمله شوي اليوم مختلف عن التقليدي اللي بنعمله بالبيت. هلا الاساس عندي اليوم بالبابا غنوج عندي الباذنجان المشوي على الفحم، وحتى عندي الفليفلات اللي نحطهم مع الخضره كمان مشويين. بالعاده ما بيكونوا هيك، بيكونوا الخضره كلها فريش بس الباذنجان بيكون مشوي. بس انا اليوم لحتى اضيف طعم تشوي اكثر، اضيف هيك نكهه اطيب، عملت الفليفله مشويه. هلا رح نبلش اول شيء بالخضره، بعدين ننتقل بقى للباذنجان وللفليفله. للبابا غنوج عندي شويه بندوره، رح نقطع البندوره لمكعبات بهالطريقه. في بلدان بيقولوا للمتبل بابا غنوج، المتبل اللي هو فيه طحينه غير بابا غنوج، بابا غنوج بيكون بس خضره. هلا ما بعرف ليش بلبنان بسموها باذنجان الراهب او سلطه الراهب مع انه نفس المكونات. في ناس بيضيفوا دبس رمان، في ناس لا، في ناس بيضيفوا مكسرات، في ناس لا، فترجع لألكون. بس هاي الطريقه رح يطلع عندكم تغميسه او خلينا نقول صحن مزايات شغله عظيمه. رح ناخذ البندوره على البول، حبه بندوره وحده، بدنا حبه باذنجان ما منكتر. رح ناخذ شويه بصل، ورح نفرم البصل ناعم. البابا غنوج بالنسبة لي هيك له كتير ذكريات، لأنه أول مرة اشتغلت بالمطبخ كان بمحل عربي وأنا كنت أشتغل على قسم المزايات، يعني المتبل، بابا غنوج، المحمرة، كل هدول القصص. بس كنا نعمل كميات، يعني كنا نقشر باذنجان أو نشوي باذنجان للسنة كلها. رح ضيف البصل فوق البندورة، ما رح نكتر. رح ناخد الهراسة ورح نهرس معهم سنين توم. في ناس بضيفوا توم، في ناس بضيفوا توم، انا بحب التوم مع البابا غنوج بيطلع طيب. بس انتبهوا على الكمية، شايفين اذا كانوا التوم صغار، سنين التوم صغار، فيكم تحطوا اثنين. تمام، مثل ما شايفين صار عندي انا هون بندورة، بصل، توم. هلا رح اخذ عندي فليفلة حلوة اللي هي حمراء وخضرة وصفرة، بترجع لكم شو متوفر عندكم ما بيأثر. حاولوا تقشروا الفليفلة من دون المي مشان ما يكون فيها للفليفلة مي، ومشان ما نروح طعمة الشوي. وبنحاول ننظف دائما البذور. هلا إذا ما بدكم تعملوها مشوية بصير ما بيأثر، بس هي عاملة ميكس. رح نفرم الفليفلة كمان لمكعبات صغيرة دايست. شايفين المزايات العربية تعتبر أنا بالنسبة لي من أكثر الأكلات فيجن ونباتية، وعن جد طعمتهم طيبة. يعني في ناس بتحتار وقت تعمل الدايت أو تعمل أسلوب الحياة يكون نباتي أو فيجن، في عندكم المزايات العربية بطلع عندكم أكل بجنن. شوي صغيرة من الخضرة والصفرة نفس الشيء. يعني انا بضيف بس الوان، هن بالاخر بس ينشووا الفليفلات او الفليفله الحلوه تقريبا. الحمراء بس هيك لها نكهه مميزه، والخضره والصفرة بعتبرهم الوان. مثل ما شايفين انا عم بحضر بابا غنوج بالفليفله المشويه والباذنجان المشوي. خبرونا طريقتكم واكتبوا لنا اياها بالكومنت. تمام، رح ننتقل هلا بقى للستار اللي عنا يا هون، للنجم هو الباذنجان المشوي. الباذنجان المشوي يا جماعه اذا حطيناه بالفرن بصير، بس ما رح يعطيني الطعم المضبوطه. فاذا ناخذ طعمه التدخينه المضبوطه اما على الفحم او على الغاز مباشره، بنخزق الباذنجان شوي بالشوكه او بالسكينه، بنحطه على الفليم على النار على اللهب لحتى تصير عندي القشره سوداء، بنحطها بوعاء او بول بنغطيها مضبوط، بعدين بنشيل القشر بيطلع عندي الباذنجان المشوي. نفس الشيء للفليفله، اعطوني طعمه
الشوي الطيبة. بس كان الباذنجان مشوي بالفرن ما في طعمه صراحة. رح نقطع الباذنجان بهذه الطريقة. وضربة تانية كمان بالعرض. رح ننقل الباذنجان للسلطة اللي عملناها هون. أو خلينا نقول للبابا غنوج. روعة. رح ناخذ المعلقة نشوف وين نحن. نخلط. الألوان بتجنن. ضل عندي شيء أساسي لحتى ننكه أو خلينا نقول نعطي طعمة طيبة للبابا غنوج اللي هو دبس رمان. في ناس بتضيف، في ناس لا، في ناس بتضيف عصير ليمون أو الحامض كمان بيصير، بس الدبس رمان رح يعطيني طعمة مي طبيعية. رح ناخد الدبس رمان رشة ملح على البابا غنوج. فيكن تضيفوا فلفل أسود، فيكن زيت زيتون. وبنخلط. شوفوا لي هالجمال يا عين. رح يكون عندي أنا نكهة مشوية من الفليفلة، من الباذنجان، البندورة والبصل، رح يعطوني الفريشنس مع التوم. ضل شغلة ناقصة كتير مهمة واللي هي الأعشاب. دائما للبابا غنوج أو خلينا نقول لسلطة الراهب بيكون فيه الأعشاب. رح نحط لها بقدونس وريحان ونعناع أخضر. هاي بترجع لألكن. الأساسية بتكون بقدونس ونعناع، بس أنا ضفت الريحان هيك بتعطيني طعم كتير طيب وبتلبق كتير مع الخضرة المشوية. رح ناخده من البراد. اتعلموا الطبخ بكل ثقة مع المطبخ العبقري، التطبيق الجديد من فتافيت. ناخد البقدونس، ما نكتر شوي صغيرة، شايفين كمية ما كتير كتيرة. ودائما هيك صار الشغلات ما تكتروا الكمية، يعني حرام تبيت أكتر من يوم لأنه دائما فيها خضرة فما رح تعطيني النكهة المزبوطة. حتى بالمطاعم نحن نخلط الأعشاب آخر مرحلة، يعني مشان ما يسودوا يطلع شكلهم كتير بشع بقلب البابا غنوج. البقدونس صار جاهز مثل ما شايفين، ما بنفرمه ما بنفعسه، بنخليهم مفرومين بهالطريقه لانه اذا فعسنا البقدونس ناخذ غير طعمه، حتى القوام تبعه بتغير وبسود. النعنع والريحان كمان شوي دقفين، رح ناخذ شويه نعنع، ما رح نكثر، ما بدي كثير الطعمه كمان تضغي تكون النعنع قويه. ننتبه عليهم لانه في دبس رمان، إذا خلطناهن مع دبس الرمان عطوهن 4-5 دقايق رح يتغير لونهن ويسودوا، فانتبهوا على هذا الموضوع. شوية ريحان مثل ما شايفين. ناخد الورق، رح ناخد الريحانات والنعناعات، شايفينهم كيف، نطبقهم بهالطريقة حتى نفرموا الناعمين. نعملهم مثل هيك، شايفين كيف؟ نطبقهم هيك بهالطريقة وبنفرمهم كمان ناعمين. يا لطيف على الروايح الطيبة. هلا نحن دائما بالمقبلات العربية أو المزايات العربية الكواليتي عنا بالخضرة، لازم يكون عندي دائما خضرة مرتبة لحتى قادر أعمل المزايات تكون طيبة. هنحط فوقهم النعناع والريحان، نخلط. شوفوا لي المنظر ما أحلى، شغلة عظيمة. هلا بقى مندوق نشوف وين نحن. شغلة عظيمة، رشة ملح، يمكن من أطيب بابا غنوج عملهم بحياتي. رح ناخذ هلا صحن التقديم. شايفين كيف الأعشاب بلشت دغري يتغير لونها؟ بنتبع هذا الموضوع وقدر الإمكان بنكون نحن سريعين
وقت نضيف الاعشاب بنقدم البابا غنوج لضيوفنا او لاهل بيتنا. هناخد الغنوج بهالطريقه. رح نضيف هلا الرمان، فيكم تخلطوا الرمان بقلب الغنوج او تخلوه مثل ما انا رح اعمل هيك. انا بحب الرمان دائما يكون كمان له نصيب بالصحن بهالطريقه. اذا حبيتوا هالوصفه ما تنسوا تعملوا سبسكرايب على قناه فتافيت لحتى تشوفوا وصفاتنا الحلوه. رح نحط زيت زيتون. شوفوا لي هالمنظر ما احلى. شوية ريحان، شوية نعنع، وصار عندي أنا أطيب بابا غنوج في العالم. شايفين ما أحلى هون؟ وعلى فكرة الريحان بطلع ببلادنا بس ما بعرف ليش ما بنستخدمه نحن كتير بالمأكولات تبعونا. وصحتين.